سكواد في اليوم ان شاء الله بدنا نسيطر على الوضع. مطوقين الجيش والامن والشبيحه المتواجدين في مدينه حارم، والان في مجموعات تحت عم تتسلل للدخول ان شاء الله، ونحن هون يعني تغطيه للناس عم تقتحم ان شاء الله. الله اكبر، تكبير، الله اكبر. ما بنص السهم شو يا شباب؟ يعني الجيش الحر يأكل الفاصلية.